ولد الحرام هرب عليا ثاني امشى هرب عليا هرب عليا عبد الطيب لو ما عاد مش عيب ما بقيتش عاقله ما بقيت عارفه والو. بغيت نقول لكم انا كثرة الرجال اللي كندير معاهم الفاتحه ما بقاش عاقل عليه بلاتي جا تشوف كيكي ولا مازال ما شافش باقي ما جاش شوف كيك باش نبكي باش المغاربه يعرفوني بكيت خو عليا عصا ديال الماء باش فقت امي شوفتي كي فينا شوف هذيك اللي كتشوف شوف كيكي شوفوا فيا من هنا انا غنبكي هاكا مزيان نزيد نبكي هرب عليا تاني انا بكثرت اللي كندير الفاتحه حفظت الفاتحه مع ما حفظت الفاتحه وحفظت سوره كاملين وسوره ياسين ديما كيدير معايا الفاتحه ودابا هرب عليا انا بغيت نقولها للمواطنين بغيت نقول للوزير ديال العيالات وزير ديال الرجاله وكل شيء يعاونوني انا راني هرب عليا ثاني شعيب عبد الرحيم ما عرفتش شكون هرب عليا المهم هرب عليا وصافي دركا انا بغيت نقول لكم واحد القضيه المغاربه تعاطفوا معايا وحيدوا ليه القناه ديالو حيدوا ليه القناه ديالو اعطوها ليه اعطوها شي وحده تستاهل القناه ديالو وانا قلت لكم غير سير كيما مشيتي الله يطيرك مالك انت هو اليخاندرو ديال حد سوالم بغيت لكم مصيبه بغيت نقول لكم بغيت نقول للحكومه وقفوا غنهود من المغرب وقفوا وصلت غنهود انا من المغرب كنقول للحكومه قابلوني انا وقابلوها نشوف كيكي وقابلوها اجي تعالي ديري البوس تعالي اهلا مليك عند القناه تعالي هاي شوف هذه تعالي هذيك اللي كتشوف شوف كيكي هذه تعالي ديري البوس عيط على مليكة تعالوا دير لا دابا ما هربش عليا غير نايضه في واحد الحبوبه بغيت نقول لكم انا شوفوا الحكومة المغربية وزير العيالات وزير الوطن وزير ديال سميتو اي وزير كيشوف فيا وزير ديال الصحة صحتي انا راه صافي مشات وكنشرب الدواء ومريضة وما حد صافي غنخرج لكم من الجن صافي انا طلع لي الدم صافي اللي بغى يدير هنايا البوز يجي راه كاين هاد شوف هادي اللي شوف كيك هادي سميتها تبارك الله عليهم خدامين الحكومه مقابلنا احنا تبارك الله صحابات روتيني صافي نسات المواطن ونسات كل شيء نسات الناس ديال الجبل ونسات الناس اللي فيهم البرد والناس اللي خاصهم تقاشر قابلوني على هذا العام عاد قابلوني انا وراجل وديروا عليا واش هذيك البنيه ديروا عليا هذيك البنيه راه ما بغيتش نطلق بها ولا شوفوا لي شي واحد كيشبه لي المهم واحد فيهم انا راني مريضة عقليا انا حق الله تنموت ليكم هنا حطوني وقفوا المغرب وحطوني قلت لكم اخر مره تهزوني وبغيت نقول لكم كاع اللي باقي اللي هربوا عليهم رجالتهم لا باقيش ديروا الفاتحه جيبي الاوراق وكتبي مع امه من الاول كتبي معاه ويكتب لك حقك ويكتب لك حقك في الورد ويكتب لك حقك في بدارهم ويكتب لك حقك في امه ولا تعرف لك عطي امها ولا تعرف لك خو عطي امه فهمتي ما تحشموش كلوا عيالات كلوا عيالات ونص ما تكونوش بحالي كل مره يهرب عليا تن شريت الحلوى انا من فلوسي وشريت لي سراول شريت لي كومبري شريت لي كلشي باش يقبل عليا وفي الاخر ما يقبلش عليا ما يمكنش انا راه نموت لكم هنا هاد الميكرو ما خدامش ما كيسمعش ها شوف كي كيشرو ميكروات هادو ديال الشينوا هو اللي شاري الميكرو رخيص ما كيسمعش ها انا صافي هادي الاخر عليا اليوم نموت لكم هنا وبغيت نقول واحد القضيه وبغيت نقول الوزيره ولا الوزير المكلفه بالاسره والتضامن والعيالات اللي هما عيالات اللي ما باقيين مع زباج هذوك بغيناك تعطينا حقنا وتخلصونا تعطونا مليون اي مرة مطلقه راجلها وعندها بنت ولا جوج عطوها مليون نوليو بحال السويد ولا نوليو حتى حنا بحال الالمان ما الالمان كيعطيوهم فلوس احسن منا ولا حيت هذوك شابين عطونا فلوسنا عطونا حقنا انا بغيت حقي في بلادي
انا بغيت حقي في الفضه، بغيت حقي في الفضه اللي عاطينا اللي كاينه في الجنه، وبغيت حقي في الخواتم، وبغيت حقي في الفلوس، عطوني فلوسي. بغيت مليون الشهر دوز ليا في الكونت، دوز ليا في الكونت ولا نطيح لكم هنا. وزير الصحه، وزير قلة الصحه، وزير التوزيع، وزير البوسان، وزير كل شيء، وكاع الوزارات جمعوا وشوفوا كيديروا ليا انا اللي صافي وصلت العظم. شوفوا كيديروا لينا، شوفوا كيديروا لنا حنا المطلقات والعازبات اللي كنجوجوا بالفاتحه. ديروا لنا شي فاتحه، ديروا لنا شي فاتحه في البرلمان، وفتحوا علينا وخرجوا لنا شي فلوس، واخا 9000 ريال ولا 5 مليون، ما نستاهلوش. بالسلامة عليكم، انا غندخل ندوش. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك، ولكن واحد في ساعات المشاهدة؟ عندنا لك الحل. حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100%، حيت كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض ليك. ما عليك غير تواصل معنا، وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.